لو الحكاية فيها إن فيديو عرفت الدرس الأول؟ محرم محمود محمد. إيه بقى اللي حصل محرم؟ مفيش، إحنا كنا قاعدين عند محل البيتزا، كنت أنا وعادل الصاحب كنا قاعدين جوه. فين محل البيتزا ده؟ محل البيتزا اللي شايل الوحدة واللي هو قبل كوبري الساحل بشوية يا جدع اليمين. مفيش، فقاعدين جوه أنا وعادل صاحبنا، فأحمد قال لنا الحقوا في راجل ماسك، راجل ماسك ماسك شنطة في ايده، راح يشوف الشنطة دي ايه، فالراجل ايه عايز يسيبها ما بين العربيتين وقدام المحل اللي هو بتاع الفودافون، فاحنا ما نعرفش. فقلت ان فعايز صاحبي راح يشوف الراجل، بقول له يا عم الحاج انت بتعمله دوت بتاع مين الشنطة دي؟ فالراجل قال مش بتاعتي مش عارف ايه، فمش ما فهمش من الراجل حاجة. تفهموا حضرتك ازاي؟ بعد كده انا رايح جاب الشنطة، فقبل ما يفتح الشنطة فالراجل العجوز ساب الشنطة وهو مش قادر يمشي، فساب الشنطة فاللهم صل على النبي. فقبل ما يفتح الشنطة قلت له حاسس ان يكون فيها حاجة، ما كملتش الكلمة لقيت كل حاجة، كل واحد في ناحية، انا في بيت الرصيف التاني الناحية التانية، واحمد دوق كنص الطريق وعادل تحت العربية ورجله يعني مفيش خالص. بس كان كله بقى ما بتكلم الناس بعد ما أغمى عليا وفوقوني، فقلت لهم حق الراجل، يعني الراجل لو كان مش وراه أو كان الناس يعني دور عليه مفيش حد دور على حد الراجل، يعني أول ما يمشي من هنا لحد الباب دوت ممكن يدخل له 10 دقايق. الراجل عجوز يعني عنده كام سنة؟ يعني بيخشوا في حاجة و70 سنة. تمام، انت حصل لك اصابات ولا حاجة؟ رجلي كلها، رجلي وعند قلبي.